السلام عليكم، انا قنزوز محمد، احد ضحايا ديال 14 دو جانفير 1990 بفاس. انا اللي مضرب ضربه خطيره، اللي معروف عبر التواصل الاجتماعي، اللي مضرب الصدر، ضربني الجيش وداك الجندي وداك المسؤولين. علاش ضربوني وعلاش عطاو الاوامر؟ هذا هو السؤال اللي كنسول. انا كنت قاصر، كنت تلميذ، وتضربت بحي بن سوده بفاس، اللي تضربت في 14 دو جانفير 1990 بفاس، اللي من تما وانا مدمر ومشات الدراسه ديالي وداوني عام الحبس وبجميع الوثائق ديالي، ودفعت الملف ديالي لهيئه الانصاف والمصالحه اللي شرف عليها الملك، واللي قال لهم اي ضحيه ديال سنوات الرصاص يتعوض. وانا لدابا تهضمت في الحقوق ديالي، وعطوني رقم دي الملف ديالي اللي هو 19069. الرقم ديالي اللي عطاوه لي 19069 ها هو قزوز محمد، الرقم اللي عطاته لي هيئه الانصاف والمصالحه، عطاته لي. وفي التالي قال لهم لي زميل في البرنامج، لي زميل اللي هو رئيس ديال المجلس الوطني ديال حقوق الانسان، في البرنامج في الغرفه ديال البرلمان، مشى كيقول لهم، قال لهم اكثر من 26000 دوسي اللي عوضنا، وانا الدوسي ديالي يلاه 19069. شكون اللي سرق لي حقي؟ هذا هو السؤال اللي كنعطيه للدوله. الدوله هي المسؤوله على حقي، اللي مشى لي دير بحث على الحقوق ديالي فين مشات، داك الملف ديالي فين، شكون اللي سرق لي حقي؟ شكون اللي سرق لي النمره ديالي 19069؟ فين مشى التعويض ديالها؟ فين مشى الاندماج ديالها؟ فين مشى جبر الضرر ديالها؟ هذا هو السؤال اللي كنسول. والدوله انا ما غاتشوفش معايا، راه كاين رئيس الدوله اللي هو محمد السادس اللي يشوفني في الحقوق ديالي ويشوفني في هذا الملف. شكون اللي سرق لي؟ هذيك اللجنه ديال هيئه الانصاف والمصالحه هي اللي هضمتني وسرقت لي الحقوق ديالي، والمجلس الوطني لحقوق الانسان كيدعي بان اكثر من 26000 دوسي اللي تعوض، وقالها في البرنامج الرئيس اللي كنحملوا تاول المسؤوليه، وفر الرقم اللي هو 19069، فر الرقم ديالي، وها الطابعه اللي طبعت لي هيئه الانصاف والمصالحه، ها الورقه ديال الضربه اللي مضروب للصدر وخرج على الدار ديالي، وكنلوم داك الناس، داك الجندي اللي ضربني وداك اللي عطاو الاوامر، حتى هما يتحملوا المسؤوليه. علاش يضربني؟ شنو درت؟ انا خارج غير مضرب بالسوده وتضربت بالقرطاس، علاش يدمروني في حياتي؟ علاش ما يعطيونيش جبر الضرر ديالي؟ علاش ما يعطيونيش الانصاف ديالي؟ علاش يسرقوا لي الحقوق ديالي اللي الرقم ديالي 19069 اللي عطاتو لي هيئه الانصاف والمصالحه؟ هالطبع ديال هيئه الانصاف والمصالحه اللي دفعت في 2004، اللي دارت كونها الملك في 2004، وانا دفعت في 2004 في شهر 4 26، وعطوني رقم اللي هو 19069 وتسرق لي الحقوق ديالي. فين مشى هذا الرقم 19069؟ شكون اللي سرق لي حقي؟ الدوله تحمل المسؤوليه، دير التقصي ديال الحقائق. فين مشى الحقوق ديالي؟ فين مشات؟ ولا ما الدوله ما تشوفش معايا؟ خص كاين رئيس الدوله اللي هو محمد السادس يشوف لي الحقوق ديالي، اللي مدمر. ها هو الخطاب ديال الملك اللي قال لهم اي ضحيه يتنصف، اي ضحيه يتجبر في الحقوق ديالي، وانا مضروب ضربه خطيره، اللي مضروب في 14 جانفي 1990. من تما وانا مدمر في حياتي هذه 27 عام، علاش كنعاود الوضعيه ديالي؟ كنقول لهم بان مزريه وكاري، وما كنتش غنلقى باش نعيد، وسير وسير بزاف المشاكل وقع عليا بسبب ذاك الرصاصه اللي ضرب، اللي ضربني الجيش، اللي عطاو الاوامر. تضربت انا في عهد الحسن الثاني وانا مدمر في حياتي، من العهد الحسن الثاني وانا مدمر هذه 27 عام، والملف ديالي تسرق لي الحقوق ديالي هذه 19069. شكون اللي ادى لي حقي؟ شكون اللي ادى لي حقي هذا الرقم هذا؟ شكون اللي سرق لي حقي؟ داك المسؤولين ديال 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 اللجنه ديال هيئه الانصاف والمصالحه هي اللي سرقت لي الحقوق ديالي، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، الامين العام ولا الرئيس ديال الرئيس ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان كيقول لهم حنا عوضنا اكثر من 26000، قالها في قبه البرنامج. فين مشات انا؟ فين مشى انا؟ فين مشى هذا الرقم هذا؟ شكون اللي سرق لي هذا الرقم هذا؟ شكون اللي سرق لي الحقوق ديالي؟ شكون هاد الناس هذو اللي سرقوا لي حقوقي؟ هذا هو السؤال اللي كنعطيه للدوله. الدوله دير لي تقصي الحقائق، ولا الدوله ما قداش كاين رئيس الدوله اللي هو محمد السادس؟ وعلاش داك الناس يضربوني يخرجوا عليا؟ علاش داك المسؤولين يخرجوا عليا في سنوات الرصاص؟ علاش يدمروني؟ انا تضربت في 14 دو جانفير 1990 في انتفاضه اللي دازت، في انتفاضه ديال فاس، اخر احداث اللي دازت في الحادثه التالي، اللي تضربت انا بالقرطاس، ضربتني هنا في الصدر ديالي وخرجت لي بالدار ديالي. ها هي بالورقه نولي نكررها للشعب المغربي. ها الورقه عطاتها لي الدوله اللي مضروب الصدر، ها هي عطاتها لي الدوله، ماشي عطاها باش يجي مع طبيب عادي ولا دير الدار المارس في النعاس ديال الدوله. وضربوني بعام في الحبس وخرجوا عليا، وكنت كنقرا في التروازيام. ها التروازيام اللي مشى مني، ها التروازيام اللي مشى مني، اللي كنت غادي نكون شي حاجه انا في المستقبل، اللي مستقبلي مشى ليا، اللي عييت ما نهضر. وانا كنناضل على حق، انا كنقول للشعب المغربي انا كنناضل على حق، انا ما كنطلبش المساعده من المواطنين يعطوني يساعدوني ولا شي حاجه، انا كيساعدوني بالبارطاج. انا ما يساعدني حتى شي واحد، انا كنطلب حقي، مشروع اللي تسرق ليا، انا ما كنطلبش المساعده من المواطنين يساعدوني ولا يجمعوا لي باش يخلصوا لي الكلا، ولا يجمعوا لي باش يعطوني لولادي. انا كنطلب حقي، انا كنعاود الوضعيه ديالي، بان كريم ما لقيتش باش نخلص الكلا، بان الدوله هي السبب ديالي. وانا ما كنتش غادي نعيط، الدوله هي السبب ديالي. اليوم راه 13 شهر 9 2017، الدوله اللي خلي اللي وصلت لي لهذا الشيء، والمسؤولين اللي سرقوا لي حقي. فين الرقم 19069؟ كنقول الدوله فين راه؟ فين التعويض ديالو؟ فين الجبر الضرر ديالو؟ شكون اللي سرق لي هذا الرقم هذا؟ شكون اللي سرق لي حقي؟ والرئيس ديال المجلس الوطني حقوق الانسان كيقول لهم انا عوضتك، عوضنا اكثر من 26000
ألف دوسي، وأنا الرقم ديالي الله 19969. هذه رسالتي كنعطيها للدولة، والدولة لا ما غتخدمش معايا. كاين رئيس الدولة اللي هو محمد السادس اللي هو خصو يشوف لي في الحقوق ديالي أنا والضحايا اللي مقصيين ومهضومين. علاش زعما هاد الحقرة في هاد البلاد؟ علاش؟ علاش هاد التدمير مدمرين في هاد البلاد؟ علاش؟ حنا كنطلبوا حقوقنا مشروعة، وأنا مرتاح من ناحية ديال الحقوق ديالي كنناضل عليها بأي طريقة كانت. أنا كنناضل بطريقتي المشروعة. أنا تهدمت سرقوا لي حقي، أنا كنبلخ على الملك لمحمد السادس يسمع لي ويعطيني الحقوق ديالي، راهم هضموني. الدولة ما بغاتش تعطيني حقي، الدولة ما بغاتش دير التقصير الحقيقي. داك اللجنة اللي دات في 2004 ديال التعويض ديال الجبر الدار جماعة الضحايا، وسرقوا لنا الحقوق ديالي، وسرقوا لنا هذا الرقم ديالي الملف. شكون اللي خدا التعويض ديالي في عاوطي؟ شكون اللي خدا الجبر الضرر؟ يديروا التقصير الحقائق. كاين المجلس، راه النمرة ديالي 19069 كاين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كاينة هذيك 19969 كطلع فيها قنزوز محمد اللي مضروب بالرصاص ومدمر، وراه ربي اللي عالم به. وانا كنطلب من الشعب المغربي يساندي وبارطاجي معايا هاد الفيديو هادي باش توصل رئيس الدولة اللي هو محمد السادس. وانا ما كنطلبش يد المساعدة، انا ما كنسعاش على البطل، انا كنطلب حقي مشروع. وانا كنعاود الوضعية ديالي باش كنبينها للشعب المغربي، باش كنقول لهم بان الدولة اللي وصلتني لهاد الشيء، والرصاص هذاك الناس اللي متورطين، والناس اللي هما سبب الاجرامات باش حنا تضربنا، وسبب داك الجندي اللي ضربني، وداك الناس المسؤولين اللي ضربوني تحملوا مسؤوليتها هما يدوزوا المساءلة. وانا كنطلب من رئيس الدولة اللي هو محمد السادس يجبرني ويعطيني الحقوق ديالي. رقم ديالي راه تسرق، حقي تسرق.